وبالعودة إلى رسالة توماس فريدمان إلى بايدن، ما هو دور الولايات المتحدة لتدارك الأوضاع في إسرائيل وهي الحليف التاريخي؟ في عام 2020 مثلاً تلقت تل أبيب من واشنطن أكبر مساعدة خارجية من أي دولة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، 146 مليار دولار. لكن ذلك بحسب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير لا يجعل إسرائيل نجمة في العلم الأمريكي. كان بن كفير يعلق على تصريحات بايدن التي وصف فيها أعضاء بحكومة نتنياهو الحالية بالأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، وكان بايدن يقصد طبعاً أن واحداً من هؤلاء هو بن كفير. حكومة نتنياهو تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر هم الأكثر تطرفاً من بين الذين رأيتهم في حياتي. بعدها وعقب إقرار معيار المعقولية من الكنيسة، اتهم بن كفير جهات أجنبية هو لم يسميها بتمويل الاحتجاجات في إسرائيل. هل كان بن كفير يقصد الولايات المتحدة؟ الإجابة نعم، بالنظر إلى ما يتسق مع آراء أقصى اليمين الإسرائيلي وبن كفير أحد أعمدته. فبحسب تصريحات مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة زمان إسرائيل، نعم يتم تمويل وتنظيم الاحتجاجات بملايين الدولارات جزئيا من أمريكا. وبحسب أحد مساعدي نتنياهو يدعى ياكوف باردوغو، الإجابة أيضا نعم. وبحسب نجل نتنياهو بنفسه يائير، نعم أخرى تمول الخارجية الأمريكية إحدى مجموعات الاحتجاج. تحدثت ذات مرة مع ابنتي وأخبرتني أنها قابلت شابا جيدا وأعجبها حقا، هذا جيد. لكني قلت لها: تايلور اضغطي على الفرامل، أنت لتوك قابلت هذا الرجل. علق الأمر بذهني، وحينما سئلت في مقابلة مؤخرا عن نتنياهو والتعديلات القضائية أجبت بأنني أخبرت رئيس الوزراء بما أخبرته به ابنتي: اضغط على الفرامل. الجزم بأن إدارة بايدن لا تريد حكومة نتنياهو أمر صعب التحقق منه، لكن الأكيد أن الرئيس الأمريكي يواجه مأزقاً سياسياً ولديه القليل من الخيارات الجيدة بحسب رويترز. لا يريد بايدن معركة مفتوحة مع القادة الإسرائيليين لأن الأمر سيكون مكلفاً سياسياً، فبايدن ليس أوباما. وهكذا يرى الوضع أرون ديفيد ميلر، وهو مفاوض سابق للشرق الأوسط في ظل إدارات ديمقراطية وجمهورية. انتخابات 2024 في الصورة، وتثقل كاهل بايدن بالتأكيد. يدرك هو والديمقراطيون أن أي معاداة لإسرائيل أو تخفيض في مساعدات واشنطن العسكرية لتل أبيب ستكون ذخيرة يستخدمها الجمهوريون في الانتخابات، كما سيؤدي الأمر بايدن من ناحية قاعدة الناخبين اليهود المؤيدين له والأهم المتبرعين له. لكن الجمهوريون لا ينتظرون معاداة إسرائيل لمهاجمة بايدن. عدد من الجمهوريين اتهموا بايدن بالتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل، ومنهم نائب الرئيس السابق مايك بنس. هذه الأمور تجعل خيارات بايدن محدودة، وأحدها هو عمل الإدارة على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، أمر سعى نتنياهو إليه دون نجاح يذكر بحسب رويترز. حل آخر يسعى إليه بايدن، محاولة التوسط بين نتنياهو والمعارضة، لكن زعيمي المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد وجها إليه ضربة قاسية في هذا الصدد. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.